أحاول أسلم هاي المهنة إلى ابني حتى ما تندثر تبقى مستمرة، نحمل أسماء آبائنا وأجدادنا. أغلب الساعات القديمة يعني شو نقول انتثرت أو قلت بالسوق، لأن شحت المواد الاحتياطية، وأغلب الساعات هي اللي توفى اللي عاف المهنة. بقينا بس أنا وسيد محمد وكم ساعة، يعني ساعة شيء على عدد الأصابع.